وللحديث أكثر عن الأسواق العالمية ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. يعني اليوم الحديث الأسواق كان الشكوك حول حزمة التحفيز الجديدة في الولايات المتحدة. ما آخر التوقعات حول تقليص الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين للتوصل اتفاق قبل الانتخابات؟ يعني بعد أن حذرت رئيسة البرلمان في الولايات المتحدة الأمريكية بيلوسي أنهم معهم 48 ساعة لحتى يكون في اتفاق. فنحن نعلم أنه كانت الخطة المبدئية التي وجهها أو الأبروتش المبدئي الذي وجهه الديمقراطيين خطة تحفيزية كبيرة تم تخفيضها إلى مستويات 2.2 تريليون، ولكن وزير الخزانة الأمريكي طرح 1.8 تريليون دولار أمريكي، ومع ذلك حتى الآن لا يوجد الموافقة أو تمرير هذا الطلب أو هذه الخطة للموافقة عليها من قبل البرلمان. أعتقد أنه ممكن يكون في عندنا هون محاولة من ترامب لضغط حتى خطة أكبر من 2.2 تريليون حتى يكون هناك يعني تحفيز لحظوظه في الانتخابات. هذا الأمر مهم جدا طرحه الآن لمجلس النواب، وسوف يضغط به على وزير الخزانة ميوشن. الفكرة الأساسية بأنه لن يكون كافي الخطة التحفيزية التي سوف يقدمونها عند 1.8، وهذه تعتبر خطوة رابحة قبل الانتخابات، لكن بكل الحالات لن يكون هناك موافقة على هذه الخطة قبل حدوث الانتخابات، بالتالي هذا أمر سوف يتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات. وهنا التوقعات بأنه الأسواق ستواجه volatility واسعة النطاق، تذبذب أكثر حدة لأنه لا يوجد قرار دقيق، ولأنه الأمر سوف يكون مرتبط بأن يكون ترامب رئيسا مرة ثانية حتى يكون تمرير لهذه الخطة، في حين نحن نعلم تماما أن بايدن يسعى إلى خطة أكبر من ذلك بكثير، ولكنها ستضغط بشكل أكبر على أصحاب الحصص السوقية الأكبر أو على الشركات العملاقة، لأنه راح يكون هناك مزيد من الضرائب على هذه الشريحة والتخفيضات الضريبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة. يعني برأيك لو تم الاتفاق على حزمة جديدة لن يتم تطبيقها قبل الانتخابات، بأن يعني فترة أسبوعين هل هي كافية لو تم الاتفاق على الحزمة؟ لو تم الاتفاق الآن ممكن جدا أنه يعمل عليها ترامب على أن تكون هي أحد الأدوات، ولكن هذا يعتمد على الطرح. إذا هل سيطرحون 1.8 تريليون سوف يتم التنفيذ قبل الأسبوعين أو خلال الأسبوعين. إذا كان أعلى من 2.2 تريليون أعتقد ترامب سيحتفظ بهذه الورقة على أن تكون ورقة رابحة لما بعد الانتخابات، أنه إذا تم انتخابي سوف يكون هناك تمرير لحزمة تحفيزية قد تفوق 2.2 تريليون. وهنا مجددا هي عبارة عن افتراضات في الوقت الحالي لأنه المفاوضات لا تزال قائمة، وتم الاتفاق سابقا على 2.2 ولكن تريليون، ولكن وزير الخزانة لم يمرر هذا الرقم لأنه يفوق المقدرة الخزانة في الوقت الحالي، وبالتالي تمرير حزمة أقل عند 1.8 تريليون. نعم، أيضا البنوك المركزية حول العالم حذرت من إمكانية التوصل يعني للتعافي اقتصادي بدون حزم تحفيزية. من الواضح وجلي أن الاعتماد على البنوك المركزية والسياسات النقدية منفردة غير كافي في الوقت الراهن. الأزمة والبانديميك يعني الحالات عند 40 مليون حالة حول العالم، وهذا يضغط بشكل كبير، وضرورة تدخل الفيسكال بوليسيز أو السياسات المالية من قبل الحكومات مهمة جدا، متمثلة بحزم تحفيز مباشرة يعني فوائدها للأفراد، بالمقابل على أن يكون هناك يعني ليس التعويل فقط على أسعار فائدة وعلى سياسات نقدية وما إلى ذلك، وإنما يكون هناك تحفيز مباشر، لأنه أنا عندي اضطراب حقيقي في الاستهلاك حدث بنتيجة أنه فقدان الوظائف، بنتيجة الأزمة، بنتيجة الشروط الجديدة التي فرضتها الجائحة على الاقتصاد العالمي، بالتالي يجب أن يكون هناك تعزيز للمقدرة الشرائية للأفراد بشكل مباشر من خلال حزم تحفيزية تؤثر عليهم، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد. نعم. مرة نتحدث بشكل مختصر عن النفط وتعهد أوبك بمواصلة دعم السوق، كيف ستدعمه؟ يعني أعتقد أوبك تحدث، النقطة الأبرز هي أنه مع بداية جانيوري إذا كان هناك حديث عن مزيد من 2% زيادة في الإنتاج، أعتقد ذلك قد يكون له ضغط وأثر سلبي. التركيز الأكبر على مرونة أوبك بلس بأن توقف مثل هذه الإنتاجات الزيادة
الزائدة إذا كان هناك استمرار في ضعف الطلب وتأثير الجائحة أكثر. نعم. على الاقتصاد. نعم سيد رائد الخضر رئيس قسم أبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا.